بالك اللي زغوطه وبشو الحل صغار واحد شويه. هذه ترى قال خلعه طيحات بالضبط نصف عبره. امي نجي امي نجي. اين اللي معك؟ امي نجي. انا امي نجي. انا مسكينه. انا مسكينه. انت صغيره. حتى دابا عاوتاني كتشري شي تاخر. سي قاسم مشى ليك الولد مشى مشى. مشى 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 مشى. Ha ha ha!
نزهر قراقي
الفنانين وحنا كيواكبوا مسيرتنا الفنيه. شكرا لكم، وكنتمنوا ان شاء الله ان ربي سبحانه وتعالى يزعينا هذه الجائحه ونعاودوا نتواصلوا وتشوفوا لنا ونشوفوا لكم. وحنا صراحه حنا كنتنعشوا بكم، كنعاود نحياو، لان حتى كنبدا كنقولوا حنا راحنا كبرنا غادي نحطوا السلاح، ولكن اللي عاود كنعيشوا هذه اللحظات الجميله، اللحظات الممتعه، اللحظات اللي كتعطينا واحد النفحه ديال باننا كتشجعنا اننا نستمروا ونبقاو حاضرين، لان اهم حاجه عند الفنان هو انه ملي كيوصل رسالته